كم دولار تبرعتي به لصندوق تحيا مصر؟ لا مش هقول ارقام بس هيدا الاجابات بالارقام. بس الدولار لا ما تبرعتش بالدولار. هلا بدي اقول لك لا بالدولار ما تبرعتش بالدولار. قد ايه هو في دولار؟ اه طبعا كان في اقتراح انه كل مغترب يدفع 100 دولار. مغترب؟ لان احنا لا مغترب انه مش يتبرع برضه مش ده اللي انا طلبته، اللي انا طلبته تحويل. طيب تحويل يعني شو؟ تحويل بهدف شو؟ لا التحويل انه في دولار يدخل وهو هيستفيد وهيرجع يسترده وقت ما هو عايز. في فرق كبير من تحويل وتبرع، احنا مش عايزين تبرعات من طيب حد. طيب قد ايه انت حطيتي بالصندوق؟ انا بالصندوق حطيت كتير وكفايه ان انا اتنزلت عن مسلسل، المسلسل ده اتكلف 7 مليون. وفي وقت انت معكيش فلوس فيه. يعني في وقت انت ما فيش شغل، انت ما فيش شغل وما انتيش عارفه ايه الشغل اللي جاي. وفي وقت انت في اشد الحاجه للفلوس دي. طيب عدد الكلاب اللي ربيتيها؟ لا كتير. بدي بس الاجابات هون بالارقام، ما بدنا نحكي كتير بس ما نجاوب بالارقام. 27. شو باقي بعد اليوم كم كلب من 27؟ لا موجودين يعني اللي شو موجودين؟ بلدي. كلاب بلدي. بس خليني افهم الحته دي. كلاب بلدي اللي هم بتوع الشارع. ايه عندك 27 هلا؟ هلا عندك 27 كلب؟ وين؟ ما انا عايشه في مزرعه. فهم خلفوا وجابوا خلفوا فسكر يعني ريكس بنجو خلف، صباح خلفت كده. مين الاقرب لإلك؟ لا انا عندي بومبون. بومبون؟ عندي بومبون ده اللي جوه البيت، لكن اللي بره دول اللي بره دول البلدي. ليه لقيتيهم بلدي؟ ليه الاختيار بلدي؟ انا ما اخترتش والله، لا ده انا عندي نوشه دلوقتي، قطه لقيتها على الكوبري رامينها وكان عندها مثلا 15 20 يوم لانها كانت لسه مش مفتحه. وانا مش بتاعه قطط يعني. فلقيتها فجبتها فعايشه معايا. عدد صديقاتك بالوسط الفني كم صديقه؟ 12 15. عدد المرات اللي قصيتي فيها شعرك عام 2015؟ شمال سؤال كده. أربع مرات. أربع مرات. عدد المنازل اللي بتمتلكيها؟ ثلاثة. ثلاثة وين؟ عندك شيء خارج مصر ولا كله بمصر؟ لا مصر. كله بمصر مصر. وعندك شيء بالعساحل أو للصيف؟ الساحل أكيد. بصي مدام في مية هتلاقيني موجود. يعني في الساحل، في ممكن العين السخنة، وبيتي.